نذهب الآن إلى الجزائر، حيث احتضنت أوبرا العاصمة الجزائرية الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية. هذا المهرجان الذي استمر لمدة 4 أيام بمشاركة 12 دولة، انطلقت فعالية حفل الختام بتقديم الجوق الجزائري والعازفين الإيطاليين بقيادة المايسترو الجزائري أمين قويدر، عزفا موسيقيا مشتركا لأوبرا لا ترافياتا في ملحمة موسيقية تألقت فيها عراقة الشرق وكلاسيكية الغرب. نتابع. داخل ذلك الصرح الرائع استقبل الجمهور الفرقة الموسيقية بحماس، وافتتحت الأوركسترا السهرة بألحان فيردي العذبة. أعتقد أن الموسيقى الكلاسيكية هي يعني أحسن باب للرقي والتطور، وحتى أنه الشخصية الفنية تاع المشاهد تاع الجمهور تهذب أكثر. فكما يقولوا رانا غانيون غانيون، حنايا كفنانين انا ننقلوا الرساله الفنيه تاعنا، والجمهور راهو يدوق ويترقى معنا في هذه الرحله الطيبه هذه. اصوات المغنيين تملا القاعه باداء رائع يطرب له الجمهور الغفير الذي حضر الحفل. لقد تم تكريم إيطاليا اليوم، فقد قدمنا 3 مقطوعات من سيمفونية لا ترافياتا لجوزيبي فيردي. إنه حدث كبير بالنسبة لي شخصيا ولجميع الجزائريين وكل من حضر اليوم. وإلى جانب إيطاليا ضيفة الشرف، تشارك 13 دولة في المهرجان من بينها تركيا وتونس. الجمهور الجزائري هو جمهور شاب لا يجدونه في بلدانهم، هذا الشيء اللي نأثر فيه كثير وقلت لهم نعم حقيقة، لأننا عملنا لسنوات وسنوات، احنا بدينا بالمحل ثم انتقلنا للوطني ثم إلى الدولي والعالمي، لكن الجمهور الجزائري يعرف حق المعرفة هذا اللون الراقي من الفنون. ويسدل الستار على هذه الدورة الناجحة ليضرب الجمهور موعدا جديدا السنة القادمة مع الدورة 10 من مهرجان يشق طريقه بخطى ثابتة إلى قلوب الجزائريين.